الحلو والمميز في عرض احكي لي عن هالدار هو انه من كلمات والحان هشام ابو حنا، توزيع كارم مطر، غناء لنا كردوش وعزف فنانين فلسطينيين من هون. باختصار عرض من هون. بيبقى السؤال اللي بيبحث عن جواب مننا هو وين الجمهور هون؟ من فننا اللي طالع من هون؟ ليش عروض لتكريم فنان لبناني او لتقديم اغاني فنان مصري بجيب جمهور اكبر؟ بجميع الأحوال وبالرغم من قلة الحضور الفنانين ما تنازلوا وقدموا عرض فني مهني بأعلى المستويات، وإحنا كنا هناك زي دايماً عشان ندعم ونشجع. احكيلي عن هالدار وهو عمليا تجربة. احنا كان عندنا تجربتين على فكرة قبل، عملنا مسرحيات غنائية. احنا جمعيتنا اللي هي جمعية غوايش، وانا كهشام ابو حنا انا بكتب الكلمة وبلحن وكلها بلهجتنا الفلسطينية. هدفنا من وراء الموضوع هذا انه احنا نرتقي بمستوى الفن الفلسطيني، وقاعدين نرفض حتى كلمة المحلي، لانه احنا الفن اللي عندنا هو مش فن محلي، هو فن عالمي. يعني في موسيقى كلاسيكية، في موسيقى شعبية، في عنا اللي كمان الجمهور يقدر يشوف كل الأنواع الأذواق الموسيقية هاي، يكون يعيشها ويكون العرض جميل وتوصل الرسالة من وراء العرض لإله. طبعا احنا مكملين بطريقنا يعني. بقول اللي بيميز العمل احكي لي عن الدار انه هو عمل خاص 100%. اليوم واحد يحضر لكونسرت له اغاني خاصه وعمل خاص، كثير شيء صعب. تحضير الالحان، اختيار الكلمات، التوزيع الموسيقي. يعني العرض اللي شفتوه اليوم هذا مسجل على السي دي مع نفس الفرقه، نفس الجروب الموجود. فبالاستوديو اخذ شيء 4 أشهر تسجيلات، كل العازفين كل سيشن بيجي كان لحاله. فهاي شغلة كتير مهمة. يمكن شوي عنا مجتمعنا مش متعود انه يجي يحضر عرض اللي هو اغاني خاصة، متعودين عرض ام كلثوم او لوديع الصافة او لفيروز، فدغري الناس تيجي تسمع. فاحنا لازم نبلش نغير هذا الاشي، لازم الناس تيجي تسمع اشي جديد، لازم الناس تدعم الفن الفنانين لانهم في بلادنا في اعمالهم الخاصة. لانه اذا ما كان لنا اعمال خاصة مش راح يكون في لنا هوية. نقدر نقول انه بنفتقد لهذا النوع من العروض. بالنسبة لإلي هذا شرف لإلي وبزيد كتير على مسيرتي الفنية وببسطني، وخلينا نقول بعطيني دفعة لقدام إنه لا إحنا لازم نكون متجددين دايما. الفلسطيني هو التميز، من هون بتطلع الأصوات الحلوة، بتطلع المشاعر، من المأساة دائما بتطلع أشياء كثير حلوة. حسينا قديش هي لنا، قديش في عندها أشياء تعطيها، وبعد متوقعين منها لقدام كثير أشياء حلوة. كان كثير حلو، رائع. أنا هاي ثاني مرة بحضره، أصرت أحضركم مرة لأنه كثير عرض حلو لنا، فنانة كثير رائعة، الفرقة كل شيء يعني كان كله انسجام. بعدين الإشي المميز برأيي كان هاي السنة انه كلها الحان جديده، كلها الحان اللي هي احنا يعني مش شيء تقليدي. والله عرض بجنن كثير، كان في عندي يعني احساس عميق جدا هيك في اللي قال واللي سمعته، وتاثرت بشكل غريب جدا. اما فعلا في عنا خامات وطاقات فنيه هائله جدا، لازم نشجعها ولازم نعطيها المجال ونفسحها للمجال مشان يصيروا طبيعي للدعم هذا، على اساس انه نفرج العالم انه احنا في عنا طاقات وخامات هالقد كبيره اللي نفتخر فيها ونعتز فيها.